لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عمر العواد، نقيب أصحاب المطاعم والحلويات. أهلا وسهلا بك سيدي. الله يسعد مساكنك أستاذ المستمعين جميعا. يا سيدي، بداية يعني كان هناك يعني أخبار عن تراجع الحكومة عن هذا القرار، هل من جديد حول هذا الموضوع؟ لا طبعا ما في نية إنه الحكومة تتراجع عن القرار من الوقت الحاضر طبعا. نعم. هلا شو بجد بكرة بعد بكرة ما بعرف، بس المؤشرات بتحكي إنه ما في تراجع على هذا القطاع. نعم. يعني طلع خبر قبل حوالي 4-5 ساعات إذا لاحظت. أها على مواقع التواصل الاجتماعي مزبوط. بالضبط، عرفت إلا إنه يعني بعد ما اتصلاتنا قالوا نفوا هذا الحكي، طبعًا قالوا ما في منه هذا الحكي نهائيًا، مش وارد في الوقت الحاضر. طيب سيد عمر، يعني كيف انعكس قرار الإغلاق على أصحاب المطاعم والمقاهي؟ يعني هل من تواصل أو تشاور مع الجهات المعنية بهذا الخصوص؟ أخي الكريم، القرار الأخير اللي فرضته الدولة يوم الخميس هذا لم نشاور فيه نهائيًا. نعم. يعني أول شغلة، القطاع إذا كنت تلاحظ تعرض من شهرين ونص اللي فاتوا أو 3 شهور السابقين وقت جائحة كورونا لا إغلاق وخسائر. صحيح. هلأ فيما بعد إجت الضمان الاجتماعي قاعد ندفع جزء من الرواتب. صحيح. يعني كل هذا الحكي حكوه، بس هل صار إشي على أرض الواقع؟ صار جزء بسيط من دول ناس معينين. نعم. هلأ لما فرضوا هذا الحظر لم نشاور فيه نهائيا. نعم. يعني كان أبدأ هلأ أخي الكريم، يعني هلأ إذا صدقا انه المطاعم اساسا الفتره التشغيليه تاعت يعني القوه التشغيليه تاعتها من 15-20% ما بتشكل خطر نهائيا على الوباء ولا على الصحه ولا على شيء. نعم. لانه اساسا مش عماله صاحب المطعم يشتغل. ضيف على شغله، انه لما فرضت لجنه الاوبئه لما صار فتح القطاع قالوا 50% من القطاع، مش عماله يجي 10%. يعني اساسا مش عماله يجي اساسا 10%. نعم. يعني اساسا الحركه ميته بشكل عام. هلا ضيف على شغله زي ما حكوا زملائنا السابقين، هلا الاجار المحلات عاليه، الضمان الاجتماعي 21.5%، فاتوره الكهرباء عاليه، تصريح العمل عالي، شو قدمت لنا الحكومه مقابل هذا الحكي؟ نعم. هلا امر الدفاع بخول دوله الرئيس يفرض امر الدفاع واحنا سمعا وطاعه له، بس بنفس الوقت امر الدفاع بيحكي انه بدك تعور هالناس اللي قاعده، لانه مين بيدفع اجاره؟ ضيف على شغله انه عندك معظم الاجارات اللي هي كانت قديمه وصاحب الملك قاعد بتربص لهم بايديه وسنانه، يعني بيجي هلا مجرد ما تاخر عليه يوم اعطاه انذار، هلا الله بيعلم كيف دبر اجاره، او في ناس اخلت، او في ناس مش قادره تدفع، او في ناس عندها شكات بترجع. ضيف على شغله قروض البنوك اللي مش قادرين يسددوها، ضيف على انه بجوز من شهر 3 و4 في ناس ما دفعت اجارها. مشكلتنا بالضمان الاجتماعي ما عملوش اي تسهيلات للناس نهائيا، انه يجوا اجلوا اقساط ال 2020 يلاقوا حل فيه ونزلوا نسبه الاشتراك تاعت الضمان الاجتماعي، هذا ما عملوه. يعني طلعوا عملوا شو اعلامي عليه، بس بالواقع ما صار هذا الحكي. طيب على ارض الواقع، طيب سيد عمر، على يعني على ارض الواقع بالنسبه للحكومه، يعني هل الحكومه بتاخذ بعين الحسبان بانه مثل هيك قرارات، يعني انت يا حكومه قاعده بتشغلي مطاعم ومطاعم اخرى كمان يعني قاعده بتخسر خسائر هائله؟ اخي الكريم، اللي يظهر لجنه يعني نعم يعني 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 ما في اي عدل يعني بمثل هيك قرار سيد عمر، بانه انت راح يصير في شغل على بعض المطاعم اللي متخصصه بالدليفري وبالدرايف ثرو بالتيك اوي، ومطاعم اخرى الناس غير متعوده بانها تاخذ من المطعم طعام وما تجلس فيه. اخي الكريم، عاده في محلات دليفري. نعم. اساسا شغاله دليفري اللي هو تاع الشاورما تاع الهمبرجر تاع البيتزا، هذا كلياته دليفري. هلا الجزء الاخر عنده صالات وقعدات كبيره. يعني انا قبل الحظر لما عملوا الاسبوع اللي قبل هذا قالوا الحظر بده يصير بدل ما هو الساعه 10 قالوا بدنا نعمله الساعه 12. هلا قبليها لما كان الساعه 10 كنت تفوت مطاعم كبيره في البلد بدون ما نسميها، كان يكون فيها طاوله طاولتين، لانه لما يجي يعني عندك موجه حر عاليه كان الزبون بيطلع الساعه 9، على 10 بيقولوا المطبخ بسكر، معلش بدنا نسكر المطعم. صحيح. لانه ما بنقدر نطلع. صحيح. يعني فعليا احنا صرنا من شهر 3، من بداية 3 لغاية الآن في معاناة. طب شو بدي يتحمل؟ الأمور تعبانة. يعني لا قادر يدفع رواتب، لا قادر يدفع أجار محل، لا قادر يدفع فاتورة كهرباء، مش قادر يسدد اشتراكاته، حتى أقساط مدرسته مش عماله، إذا عنده أطفال مش قادر يدفع أقساط مدرسته. طيب سيد عمر، أنتم يعني كنقابة هل تقدمتم بأي اقتراحات للحكومة؟ قدمنا اقتراحات يوم الأربعاء على دولة الرئيس. نعم. ولغاية الآن ما إجانا عليها جواب، لأنه ما فيش جهد ما بذلناه مشان على الأقل نحمي قطاعنا من الإغلاق، من الإفلاس، من بكرة بصفي بالسجن. عرفت؟ هذا كلياته احنا قاعدين بنحاول، وقاعدين بنحاول نشرح للدولة فيه، وقاعدين بنبسط الأمور وبنحكي بالطريقة العامية وبالوضع الطبيعي، بنحكي قاعدين بالوضع الطبيعي إنه مشاكلنا شوي بالقطاع 1-2-3-4. ما في تصريح أمل ما نزل ليرة لغاية الآن.
وضحت الصوره سيد عمر. الكهرباء ما نزلت ولا قرش، الضمان الاجتماعي ما نزلش اشتراكاته، طبيعي في الناس يعني في منتسبين هم اللي صلوا سنين بالضمان الاجتماعي، في من اشتراكات الضمان الاجتماعي خفف عليه فاتوره. وصلت الصوره. عمر وزاره العمل بكره يقول لك تصريح ينزلوه 50-60%، لانه ما معنى ندفع، احنا قاعدين ندفع تصريح ومش قادرين نوقف التصريح. وصلت الصوره سيد عمر. نعم وصلت الصوره سيد عمر العواد، وانت نقيب اصحاب المطاعم والحلويات، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.